يقول إذا كان في بلدنا أو قريتنا لا يوجد قضاء نتحاكم إليهم ولدينا بعض العادات، وهي أن أكثر من في المجتمع عندهم القبلية وحمية الجاهلية الزائدة لما يوقع أو لما يقع بينهم من الأخطاء، فبماذا تنصحونهم؟ وما حكم من يسكت عن الخطأ إذا كان صادر من أحد أبناء قبيلته؟ لابد من المناصحة. إذا عرفت الخطأ فلا بد أن تناصح، تبين الصواب، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فأنت أبرأت ذمتك ونصحت وبينت والحمد لله.